أهلا ومرحبا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. جبل الحبشي، المديرية التي تبنى بجهود أبنائها. من يمن مونيتور، اليمن تتصدر قائمة البلدان الأكثر عرضة لكارثة إنسانية خلال 2020. ترامب يتجنب توجيه تهديد مباشر لإيران ويؤكد عدم إصابة أمريكيين. أهلا بكم. في وقت الحرب التي دمرت كل ما في طريقها، قرر أبناء مديرية جبل حبشي بتعز التعاون فيما بينهم ورصف الطرقات بمجهود ذاتي وتطوعي من قبل السكان هناك. وعن هذا قال الموقع بوست إن مديرية جبل حبشي تشهد مشروعا جديدا لتعبيد إحدى الطرق شديدة الوعورة، ستشكل بإنجازها علامة فارقة للحراك التنموي المجتمعي الذي تميزت به المديرية. يعلل أبناء جبل حبشي نجاح مشاريعهم بكونها ولدت من رحم المعاناة والإحساس بأوجاع بعضهم البعض وتوحد الجهود لتتسع رقعة الحراك التنموي في أرجاء المديرية. منذ أيام شمر أبناء مديرية جبل حبشي عن السواعي للعمل على رصف عقبة مفرق ضر جح بعزلة البريهة المنصطة، والتي اشتهرت بوعورتها الشديدة وكثرت الحوادث فيها. وزادت وتيرة العمل بعد إعلان نشرته الهيئة الإدارية لرصف الطريق العام في المجموعة الرسمية لها على الفيسبوك، نبهت فيه لقطع خط السير في عزلة البريهة والبدء بمشروع رصف عقبة الجامع مفيد الراشدي، الذي يبدي اهتماما وتفاعل كبيرين في المجموعة الرسمية لتحفيز المساهمين لمزيد من المشاركة والبذل. فقد أشار إلى أن مشاريع رصف الطريق العام بالمديرية تمضي على قدم وساق، ونتمنى من المغتربين والأهالي مزيدا من الدعم لاستكمال مشاريع أكثر. مديرية جبل حبشي تمكنت من انتزاع لقب المديرية التنموية الأولى في محافظة تعز خلال العام 2019. في زاوية المقالات نطالع في الشأن المحلي مقالة للدكتور مروان الغفوري بعنوان صنعاء للفرس والأعراب للمجهول، وجاء في المقال. في لقائه الشهير مع جولدر بيرك The Atlantic 2016، قال أوباما إن القبلية هي القوة المدمرة الأكبر في الشرق الأوسط، هي الارتداد إلى الطائفة، العشيرة، القبيلة والقرية هرباً من الدولة الفاشلة. الدولة العربية الفاشلة تخلق القبليات، والقبليات تصنع مشاكل الشرق الأوسط. الميكرو حرب الإيرانية الأمريكية التي شهدناها انتهت لصالح إيران، ومن الواضح أنها ستدفع بكل السبل لإخراج أمريكا من العراق. ولأول مرة أعلنت رسمياً عن مقتل ضباط من الحرس الثوري في اليمن كانوا في مهمات قتالية. خسرت السعودية فرصة استعادة صنعاء، وبدلاً عن مساندة النظام الجمهوري خلقت السعودية وحليفتها جماعات وتنظيمات تحت دولتية ومزقت الفرصة السانحة لصالح إيران. انتهت الحرب في اليمن وانقسم البلد إلى اثنين، يمن مستقر يدور في المجال الإيراني، ويمن ممزق يدور في المجال السعودي، وتجسيد حقيقي لخيال تلك الدولة وحركتها. في الأيام الماضية برز الحوثيون إلى الواجهة كجزء من القوة الإيرانية، ومستقبلاً ستتدبر إيران المسائل المتعلقة بشرق نجد، حيث النفط والأغلبية الشيعية السعودية التي بقيت تتفرج على ما جرى في الأيام الماضية كانت أكبر الخاسرين. عليها الآن أن تعترف بالحقائق، وفي مطلعها إدراك أن صنعاء ذهبت شرقاً ولن تعود، وأن عليها أن تستأذن قبل الذهاب إلى بغداد. أفاد تقرير سري للجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز بحسب موقع المصدر أونلاين،
أن الحوثيين باليمن لم ينفذوا الهجوم الذي استهدف منشأة نفط سعودية في سبتمبر أيلول، مما يعزز الاتهامات الأمريكية لإيران بالمسؤولية عن تلك الهجمات. واتهمت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية والسعودية إيران بتنفيذ هجوم 14 سبتمبر أيلول على منشأة نفطية لشركة أرامكو السعودية في البقيق وخريص، رافضة إعلان الحوثيين المتحالفين مع إيران المسؤولية عن الهجمات. لكن طهران نفت ضلوعها في أي هجوم. قال تقرير الخبراء المستقلين للأمم المتحدة إلى لجنة العقوبات الخاصة باليمن بمجلس الأمن أنه على الرغم من ادعاءاتهم بخلاف ذلك، فإن قوات الحوثيين لم تنفذ الهجمات على البقيق وخريص. وتأتي نتائج تقرير الأمم المتحدة وسط تصاعد حدة التوتر في المنطقة بعد أن قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في بغداد، وقيام طهران بالرد بإطلاق صواريخ على منشأة عسكرية تستضيف قوة أمريكية في العراق. تصدرت اليمن للعام الثاني على التوالي، كما أورد موقع يمن مونيتور، قائمة البلدان المعرضة لخطر كارثة إنسانية متفاقمة خلال العام الجاري 2020. وصدر تقرير عن لجنة الإنقاذ الدولية يقول إن 10 بلدان تمر بأسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وتظهر قائمة المراقبة السنوية للجنة الإنقاذ الدولية أكثر من 20 دولة معرضة لخطر كارثة إنسانية، مما يبرز الطبيعة المطولة للأزمات التي تواجه هذه البلدان. أما الدول الخمس الأوائل الأكثر عرضة للخطر فهي اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا ونيجيريا وفنزويلا. وتستند القائمة على 76 مؤشرا مختلفا تقيم مجموعة من المخاطر، بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي أو الصراع والكوارث الطبيعية مثل الزلزال أو الفيضان. من موقع المصدر أونلاين، مقال للكاتب علي الذهب تحت عنوان التصعيد في شبوة والهدف مارب، جاء فيه: يثير التصعيد الأخير في محافظتي أبين وشبوة توجسات أمنية شديدة، وإذا ما صدقت فإن أقوى المعاقل الموالية للرئيس هادي وهي محافظة مأرب قد تعزل فجأة بمجرد السيطرة على شبوة وتوقف قوات المجلس الانتقالي عند الحدود الشطرية ما قبل 22 مايو 1990، ومثل ذلك في محافظة تعز التي سيكون موقف القوات الحكومية فيها صعبا للغاية، لأن القوات المشتركة التي تسيطر على الساحل الغربي ليست على وفاق معها، سواء قوات العمالقة والمقاومة التهامية التي يمثل الجنوبيون 90% منها، أو القوات التي تخضع لطارق صالح، وكلها قوات مدعومة إماراتيا، فضلا عن القوات الواقعة على الجانب الآخر وهي قوات جنوبية انفصالية وقوات الحوثيين. ملامح التهديد الذي تواجهه مأرب أنها قد تسقط برعاية التحالف من داخلها عبر انقلاب عسكري يمكن أن يسوق للرأي العام على أنه حركة تصحيحية في وقت تكون معزولة عن شبوة، وسيجري عزلها عن حضرموت التي لن يكون موقف القوات والسلطات الحكومية فيها أحسن مما اتخذته في أثناء انقلاب الحوثيين عام 2014 وهو الحياد. الحوثيين، وقد يغري الموقف الحرج الذي تمر به مأرب الحوثيين بمحاولة اقتحامها استباقا لسيناريو السيطرة السابق. مؤسف أنه إذا ما سارت الأحداث في شبوة وأبين وعدن على النحو الراهن واستمر التحالف في انتهاج سياسة التفكيك التدريجي للسلطة الشرعية، فإن أحداث اليمن خلال عام 2020 ستكون مختلفة تماما، وليس ذلك قطعا تحقق انفصال الجنوب واستتاب الأمر للحوثيين في الشمال وتوقف الحرب، كلا، بل إن دوامة من العنف المسلح ستتسع بؤرها ويتكاثر أمراء الحرب على نحو ما جرى في الحرب الأفغانية السوفيتية في ثمانينيات القرن الماضي، مع عودة وشيكة لنشاط تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية داعش. وعندئذ لن يكون للتحالف من قبول على الأرض، لأن اللعبة انكشفت.
تقول صحيفة العربي الجديد إن صحفيي اليمن يتعرضون لانتهاكات عديدة حيث فقد أغلبهم مصدر رزقه، فالصحفي جميل مفرح مثلا أصبح مهددا بالطرد من شقة سكنية يقطنها بالإيجار بعد إصدار محكمة شمال أمانة العاصمة صنعاء في ديسمبر الماضي حكما يقضي بسرعة إخلائها وترميمها ودفع كامل المتأخرات. مفرح واحد من بين مئات الصحفيين اليمنيين الذين فقدوا مصدر دخلهم، وهو أب لثلاثة أطفال يعيش في شقة لا تتجاوز قيمة إيجارها 32 ألف ريال. كان مفرح يعمل نائبا لمدير التحرير في صحيفة رسمية ويقول تم إقصائي نهاية عام 2015 ومنذ ذلك الحين لم أنقطع عن المؤسسة وأداوم من دون عمل أو تكليف ما لا يقل عن 5 أيام أسبوعيا طوال أكثر من 4 سنوات. ويضيف في حديث للعربي الجديد كان مجموع دخلي يقارب 1000 دولار، لكن المبلغ تقلص بعد الحرب حتى أصبحت كبقية موظفي الدولة من دون دخل بشكل قطعي. ساهمت الحرب بما خلفته من انقسام سياسي وطائفي وعنصري في تسريح مئات الصحفيين وهروبهم أو انقطاعهم عن أعمالهم في كل من صنعاء وعدن وتعز وكثير من محافظات البلاد. وفي الشأن العربي نطالع في العربي الجديد مقالة للكاتب ياسر أبو هلالة بعنوان هل من حوار عراقي على وقع التصعيد، ومن أبرز ما جاء فيه. ما يشهده العراق اليوم من صراع إيراني عراقي ليس بين قوات احتلال إيرانية وعراقيين، هو مع كتلة عراقية تؤمن بوحدة الأمة الإسلامية بقيادة قائد الأمة الولي الفقيه وتعطيه البيعة والولاء، وترى في العراق جزءا من أرض الإسلام وليس وطنا نهائيا، تماما كما آمن الشيوعي يوما بوحدة الطبقة العاملة وأعطى ولاءه للمكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفيتي. وكحزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان فيه نظريا صدام حسين وحافظ الأسد تحت قيادة الأمين العام الأردني منيف الرزاز، وعلى النظرية نفسها العابرة لحدود دولة الوطنية تشاهد في مكاتب المسؤولين الأكراد رسم خريطة كردستان الكبرى الممتدة في إيران وتركيا وسوريا، لم تعكس جنازة نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس إجماعا عراقيا. صحيح أنها شدت عصب الفريق الموالي لإيران في العراق وأظهرت حضوره الشعبي والعسكري بقدر ما عبر فريق عراقي آخر ربما لا يقل حضورا لكنه أقل نفوذا عن رفضه الترابط العضوي بين إيران والعراق، وتجلى ذلك في استمرار ساحات الاعتصام في بغداد والمحافظات الجنوبية. فوق ذلك كرست موازين القوى لصالح هذا الفريق الذي يمتلك ما يزيد على 200,000 مسلح ويمسك بمفاصل الدولة. وصل العراق إلى مرحلة انتهى تماما مفهوم الدولة فيها لصالح انتماءات فوقها عابرة للحدود أو انتماءات دون حدود الدولة على أسس مناطقية وعرقية وطائفية. وزاد التصعيد الأمريكي أخيرا من هشاشة الدولة وحولها إلى أداة بيد الميليشيات المقربة من إيران. في آخر خطاب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجنب توجيه تهديد مباشر لإيران، وقال أيضا كما أورد موقع الدي دبليو أن الضربات الصاروخية الإيرانية على قواعد أمريكية بالعراق لم تتسبب في إصابة أمريكيين، وشدد على أنه تم التخلص من أكبر إرهابي في العالم قاسم سليماني، بعد أن أطلقت القوات الإيرانية صواريخ على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق. ترامب وفي كلمة ألقاها الأربعاء في البيت الأبيض أشار إلى رغبته في عدم تصعيد الأزمة مع إيران، قال لم يصب أمريكيون في هجوم الليلة الماضية الذي شنه النظام الإيراني ولم نتعرض لأي خسائر، ومع ذلك فإن امتلاكنا لهذا العتاد والجيش العظيم لا يعني بالضرورة استخدامه ولا نرغب في استخدامه، مضيفا أن القوة الأمريكية العسكرية والاقتصادية هي أفضل رادع. قبل أقل من عامين ماضيين من البدء في مهمة التلسكوب الفضائي الأمريكي التابع لبرنامج وكالة الفضاء ناسا، اكتشف التلسكوب بحسب ما جاء في موقع الشرق الأوسط أول كوكب صالح للسكن فيه،
وفقا لوكالة ناسا الفضائية، الكوكب المكتشف حديثا يتحرك حول نجم يدعى إمدوراف ضمن كوكبة دورادو على مسافة 100 سنة ضوئية من الأرض. الكوكب الجديد الذي يحمل اسم توي 700 دي أكبر حجما بنحو 20% من كوكب الأرض، ويستقر على مسافة صحيحة من شمسه تؤدي لدعم وجود الماء على سطحه. كما يعتقد بأنه مغلق من ناحية المد والجزر، بمعنى أن أحد أنصافه يواجه الشمس في الأوقات كافة، ويستمر المدار في هذا الكوكب لمدة 37 يوما تقريبا من أيام الأرض. وعلى صلة بتطورات المواجهات الأمريكية الإيرانية، أيضا كتب عثمان المنغري مقالا في جريدة الشرق الأوسط بعنوان بعد الرد الرمزي الإيراني هل ابتعدت الحرب، ومن أهم ما جاء فيه: بعد عملية كبيرة بحجم تصفية قاسم سليماني قائد فيلق القدس، كان العالم كله يتوقع أن يكون هناك رد من إيران. لم يكن السؤال ما إذا كان هناك رد متوقع، بل ماذا بعد الرد؟ كان واضحاً أن الإجابة سيحددها حجم الرد الإيراني ومدى، بمعنى أنه إذا كان الرد معقولاً في نظر واشنطن ولم يتجاوز الخطوط الحمراء التي حددتها وتحدث عن بعضها الرئيس دونالد ترامب، فإن التصعيد يمكن أن ينحسر على الأقل في الوقت الراهن، ليفسح المجال للجهود الدولية المحمومة لمنع انفلات الأمور والانزلاق نحو حرب غير محسوبة العواقب. صحيح أن طهران كانت قد توعدت برد قاس ومزلزل، لكن عملية إطلاق الصواريخ بدت رمزية ومحسوبة بحيث لا تقود إلى حرب مفتوحة. طهران اختارت حسب تصريحات مسؤول إيراني الرد الأخف أو الأهون من بين 13 سيناريو كانت قد قالت أنها وضعتها بعد تصفية سليماني، وهو ما يشير إلى رغبة في تفادي التصعيد. رغم ذلك، فإن النظام في طهران يدرك أن الخطر الأكبر عليه يتمثل في الاحتجاجات الداخلية وفي استمرار العقوبات الاقتصادية، ولذلك فإنه لو رأى في التهدئة وفي مساعي الوساطة الدولية نافذة تفتح قنوات مع واشنطن وتحقق الحصول على فوائد مقابل إحياء الاتفاق النووي بكل بنوده وكل أطرافه، فإنه قد يستغلها. أحداث مختلفة وبعيون مختلفة حصلت في العالم نقلتها إلينا عدسة محترفي صحيفة الجارديان البريطانية، ونحن بدورنا نعرضها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. نتابع. فن الكاريكاتير الذي يعبر عن قضايا عديدة ويختصرها في رسمة، سنشاهده معكم في آخر فقرة ليومنا هذا. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم على خير بإذن الله. إلى اللقاء.